السلام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم هذا الشكل، هذا كيفاش ديروا تنبتوا على جيلاتين بالحقيقة الطويل وبالحجر. هو شكل يعني ساهل وبسيط وكيجي مزيون بجد. العلب كنحتاجوا غير الجيلاتين وهاد الحجرات هادو اللي عندنا هنايا. نحلو الجيلاتين، انا قيسته، درت مثلا هذه من التحت ودرت هاد النقيطه هادي وهاد الشريطات باش يجيني نفس القياس. غادي ندير اول حجره اللي هي هذه، كديرها تي 5 دراهم الحبه، فيها هنايا كتشد، ولكن انا غادي نديرها بالعرض باش ما تبقاش هذيك الحله ديالها كتبان. نديرها هنا في الوسط، صافي كنبدا نخدم بهادو. صافي البنات، كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالو. صافي غادي نفينيه انايا ومن بعد نوريكم كيفاش تلصقوا على الثوب.
هانتوما كتشوفوا هكا البنات، يعني هايدي لاصقه مزيان على الثوب من اللور، شوفوا من البلا كلها، يعني ما كاينش شي بلاصه اللي ما مخيطاش فيها، بحال مصوبه باليد باش يعني ما يطيح لكم حتى شي عقيقه منها ولا حتى شي حاجه. المهم اهم حاجه في الجيلاتي هي كتوفر علينا الوقت، وفي نفس الوقت كتجينا الخدمه هي هذيك القاده. صافي هي هذه هكا كيجي الشكل ديالها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تعملوني بلايك واشتراك القناه وتبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم. تسلموا.